11:14 على موجة جوهرة فام، ساعتنا الثانية من كابوتشينو تتواصل معكم حتى نص النهار. تحياتي لكم الناس الكل وين ما كنتوا في الاستماع في المتابعة، شكرا على التفاعل. الفيديو ترجو تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك فيما يخص الكفاءات التونسية، فيما يخص النجاحات، فيما يخص زادة المعطيات والمعلومات اللي تكون حاضرة في فقراتنا، منها فقرة دوت نت اللي حابين اليوم نحكيه على مجموعة الفيديوهات اللي قاعدة تتبرتاجها هالمديدة هذية حول الزلازل عصير وما يعرف بالشعاع الأزرق. اليوم برشا ناس تتكلم وتحكي، وإحنا الحقيقة ديما معلوماتنا تكون من عند المسؤول، من عند الأخصائي. هذيك علاش سؤالنا اليوم بسيط جدا، ما علاقة الشعاع الأزرق بالزلازل؟ سورتو أنه البارح أكيد تعرفوا ولد البارح بليتو هكا برشا فيديوهات تم تناقلها لحكاية هل الشعاع الأزرق هذية اللي سبق قبل ما يقص الضوء على تونس الكل، وبدأت التأويلات وبدأت الناس كل واحد يعطي في فيرسيون. خلينا نفهموا الشعاع الأزرق شنو وعلاقته بالزلازل مع السيد هشام بن يحيى، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. نقول له صباح النور سي هشام. صباح الخير، تحية ليك وتحية كل مستمعين جوهر. دونك كما قلنا هي مجموعة من الفيديوهات فقرة دوت نت، يعني حبينا هكا نحكيه على يمكن ظاهرة أو تساؤل خلينا نقوله من عند الانترنت. شنو حكاية الشعاع الأزرق أو هالوميض الأزرق اللي يسبق الزلازل؟ سورتو أنه برشا ناس جمعوا فيديوهات الزلزال اللي صار في تركيا المغرب مؤخرا، يمكن نحكيه على الشعاع الأزرق قضية اللي ظهر في فيديو وثقها تونسي، نفهم شوية علاقة الشعاع الأزرق بالزلازل. نعم، هو نحن فعلا نحكيه على الحالة متانا اللي شفناها في تونس، هي أثناء أو إثر انقطاع الضوء في تونس ويت البارح البلاك أوت. نحب نقول اللي أثناء الانقطاع نحن خرجنا، يعني فما عنا زميل مصور فوتوغرافي فلكي مكرم الأرناؤوت ديجا، يعني بعث لكم بعث لجميلكم بعض الصور اللي التقطها، يعني فيها يعني الشعاع الأزرق. هي التفسير الوحيد اللي موجود هو انه الشعاع الأزرق يظهر لانه البلاك اوت، يعني تنجم تقول يعني ماهوش تام، يعني في تونس او في بعض البلدان ايضا تعرف، يعني فما منشآت ومؤسسات يعني للأمن وكل شيء يبقى ويشعل أثناء الانقطاع. الشعاع الأزرق أو الضوء الأزرق اللي يظهر هو يعني لأنه فما مناطق أو أماكن مازال تشعل أو فيها يعني مولدات كهربائية خاصة، يعني كان شوفوا الصور اللي داروا فما بلايص تشعل فما بلايص فيها الضوء. والأزرق علاش أزرق؟ هو تفاعل الضوء مع المادة اللي موجودة ديجا، يعني كان نخذوا السماء توا في النهار نشوفوها زرقاء. هو اللون الأزرق هو تفاعل المادة مع الضوء، وذلك يعطينا الشعاع الأزرق. حتى أثناء الزلازل وأثناء الكوارث الطبيعية هذه يعني ينقطع الكهرباء، خرج خاصة إذا الكهرباء يعني يصير في الليل أو الحالة تضرب هي أكل مولدات الكهرباء، هي كما تضرب أي منشآت في أي بلاد أثناء الزلزال. ذاك علاش يعني ينقطع الضوء ويظهر يعني كالرياش يخدموا كالمولدات الكهربائية بطريقة يعني أوتوماتيك يعني تلقائية، وتعطي شعاع الأزرق اللي هو أنه يعني يدل اللي البلاصة هذيك فيها ضوء لا أكثر ولا أقل، يعني فماش حاجة خارقة أو حاجة طبيعية، أو هو فقط يعني نعاود نقول اللي هي تفاعل الضوء اللي خارج عن المنشآت اللي مازال تشعل مع المادة، وذلك علاش نشوفوا الضوء الأزرق اللي جاي نشوفوه في النهار بالنسبة للسماء. هذا يمكن سي هشام في الكا متاع تونس، ولكن نحكيه مثلا على تركيا المغرب، وكيف كيف زاد دي زانترنوت وثقوا يمكن بعض اللحظات اللي سبقت الزلازل. هل الشعاع الأزرق هو يعني نذير متاع زلزال، يعني مرتبط بعضه شعاع الأزرق؟ لا ما نظنش، لا هنا قلنا انه يعني أثناء الزلازل أيضا تقطع يعني الكهرباء، يعني يتقص الضوء، يتقص يعني تضرب المولد المولدات الكهربائية والمنشآت الكهربائية. هذاك علاش يعني يعني تبقى بعض المنشآت تخدم ويظهر الشعاع الأزرق. فماش حاجة يعني مثبتة علميا، ولكن
فقط يعني انه البلايص اللي تبقى تشعل اثناء الانقطاع الكهرباء هي اللي تعمل هيك الاشعاع البهره هذيك. ديجا يعني كي نبداو داخلين البلاصه من بعيد ونشوفوا البهره هذيا ديجا يعني الصور اللي بعثناها نحن في ونشرناها يعني على صفحاتنا تدل انه الضوء الازرق هو يعني ما هو الا يعني اماكن ما زالت تشعل. ونفس الشيء يعني اثناء الزلازل يعني ما سماش يعني ارتباط لانه للاسف يعني هالكوارث الطبيعيه يعني يعني تحاك حولها يعني بعض يعني العديد من يعني التساؤلات، ولكن يعني الزلزال يعني من الاشياء اللي نعرفوها برشا بالرغم ان ما زلنا نجهل يعني اسباب يعني نجهل يعني التكهن بالزلازل، ولكن يعني نعرف عليها بعض كثير من الاشياء وعشنا برشا زلازل في العالم. يعني الشعاع الازرق هو نتيجه لتفاعل الضوء المتبقي مع الماده اللي موجوده في الغلاف الجوي، مش حاجه خارقه. حتى يعني الاخوه في الستاج يعني لما تحطوا انه يعني ما عندوش علاقه الشعاع الازرق بالانقطاع او باي كافه طبيعيه. انت قلت سي هشام ما نجموش نتكهنوا بالزلازل. العالم الهولندي اللي براتيكمون الناس الكل ولات تتفجع كيف تشوف تصريحاته، براتيكمون وقت اللي يقول فما زلزال مرتقب تصح تكهنات، ويعني اليوم نجموا نقولوا قراءه علميه، خلينا نقولوا انه باغ اكزومبل من الفتره الممتده من الى تحرك الكواكب تنجم تساهم في بعض الزلازل او الرجات الارضيه. هل نجم تكون فما قراءه استباقيه للموضوع هذا يعني رجات او هو للاسف كان بدنا انه تكون هذه يعني صحيحه، ولكن يعني الى حد الان يعني كما تعرفوا اللي الزلازل تصير يعني بصفه عشوائيه. يعني حتى لتوا ما نجموش نتكهنوا 100% بالزلازل. فما اللي يقولوا الحيوانات، وتوا العالم الهولندي هذا خرج لنا راهو استيفاف الكواكب ما يصير يعني بصفه يعني نادره جدا، وما فماش استيفاف كواكب اثناء الزلازل الاخيره. يعني استيفاف الكواكب ممكن انه يصير اثناء الزلزال، ولكن ما هوش يعني سبب للزلازل اللي صارت قبل. هي حركة طبيعية للطبقات التكتونية للأرض، وهذه يعني الحركة الطبيعية هذه هي تنجم تقول هي اللي كانت هي اللي خلت الأرض اليوم مقسمة إلى قارات. يعني نذكروا اللي كانت فما قارة واحدة ويعني قد قسمت توا بفضل يعني التحركات تاع الطبقات التكتونية. يعني الزلازل هذه حتى توا يعني ما فما حتى ألغوريتم، ما فما حتى يعني تقنيات نجموا نتكهنوا بها للأسف. ولكن يعني فما يعني يعني صار نقاش كبير ياسر حول ما جاء في 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 تصريحات او ورقات اللي يخرج فيها العالم الهولندي. الى يومنا هذا ما سماش يعني ربط بين ما يحدث في الفضاء وما يحدث على الارض، الا يعني في انتظار يعني التاكيد، لانه الحاجات هذوما يعني يلزموا يصيروا برشا مرات مش ناكدوا الحكايه. اي ما العالم الهولندي براتيكمون توقع زوز زلازل، وفي الفتره اللي تكهن فيها خلينا نقولوا او قراءته العلميه صاروا. وتوا حتى كي ندخل على انستغرام جوهر فام اخر بوست هو يتوقع انه فما زلزال باش يكون اكثر قوه، واليوم الناس تتفاعل وتكتب واكيد مخاوف كبيره. دونك علميا ما نجموش نتكهنوا انه باش يكون فما زلزال، هذا اللي تاكدوه علماء الزلازل ما ينجموش. ولكن يعني اللي يقول فيه يعني انت قلت كلمه تكهن. أيه. كلمه تكهن ماهيش كلمه علميه، بس هو يتكهن. ما عرفش القراءه اذا كانت تقول لي علميه ما نجموش نعرفه. أيه. هي قراءه قديمه جديده. هو يعني هي بحوث قديمة، ونحن يعني كنت تحدثت حتى مع الأخوة في المعهد الوطني للرصد الجوي ومع أصدقائي اللي فما يعني ورقات غير مثبتة اللي تقول مثال. نعطيك مثال اللي مثال الزلزال اللي صار تو منذ سنوات في المكسيك. هو جاء أثر الكسوف الأمريكي المشهور نتاع 2004.
فهمت؟ يعني جاء بعده يعني ثم ورقة تقول اللي يعني اصطفاف القمر والشمس والأرض نجم تكون سبب، ولكن ولكن هي 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 يبقى يعني إثبات علمي. الكلمة العلمية اللي تقال إنه ثم عملية مادة على الطبقات التكتونية، يعني يتجبدوا بال يعني الطبقات التكتونية يتجبدوا بال بالجاذبية نتاع الشمس والقمر، وهذا الشيء يخلي يعني يصيروا زلازل، ولكن يعني يبقى هذه تبقى فرضيات وغير مثبتة. تعرف يلزم علاش ما يخرجوش يعني ما يخرجوهاش رسميا والحاجة هذه، لأنه يلزم تصير صفة يعني ما تصيرش يعني مرة في الخمسين سنة هذيك تسمى صدفة. والصدفة اللي يمكن تفسيرها علميا، ولكن لما تتكرر يعني تتكرر مش نقولوا انها يعني فعلا يعني انه الحالة هذيك صحيحة، يعني مثال استفاف الكواكب او كذا صحيحة، الا ما تتكرر العديد يمكن العشرات يعني معروفة في البحث العلمي هي الريبيتيشن، يعني اعادة التجربة العديد من المرات، مش نجم تقول اللي هذاك هو فعلا السبب الرئيسي للحاجة. ولكن إذا تصير مرة في خمسين سنة مثال هذيك تسمى صدفة. كما أنا قعدته في الشارع نحكي معك يعرفني ولد خالي مثلا، هذيك تسمى صدفة، ماهيش قاعدة إذا أنا في الشارع يعرفني ولد خالي. ولكن إذا تتكرر العملية برشا مرات نجموا نلقاو تفسير، ونجموا وقتها تولي فما ديزال قريتهم، فما حسابات، وفما تأكيد للنظرية، ولكن يبقى ديما على حساب يعني مجرد صدفة، وصدفة اللي يمكن تفسيرها علميا للأسف في لحد اليوم. خلينا نطمنوا التوانسة، تونس البارح رجع أرضية دونك الحمد لله 3 فاصل، دونك الحمد لله شعروا بها أهالينا في الساحلين، والحمد لله يعني إن شاء الله ديما الأخبار تكون هكا الحقيقة تطمن التوانسة الكل. تونس يعني خلينا نقولوا ماهيش تيران فافورابل للزلازل والحمد لله، نعرفوا القراءة الجيو فيزيائية على ما يبدو هكا، ما نعرفش انت تزيد تصلح لي، يعني تونس ماهيش تيران فافورابل للزلازل. نعم، هي تونس ماهيش منطقة زلازل، ماهيش موجودة على يعني الفاي، يعني الفاي اللي هي في البحر الأبيض المتوسط. ولكن نحب نقول حاجة، اللي القارة أو الطبقة التكتونية الإفريقية اللي احنا موجودين عليها تتحرك 5 سنتيمترات في العام. تتحرك الحركة هذية والزلازل هذية اللي يشوف نتيجة لحركة الطبقة التكتونية الإفريقية. مناش منطقة زلازل، ولكن مناش في مأمن من الزلازل، يعني مش يعني مناش في منطقة زلازل. منطقة زلازل هي المناطق اللي موجودين على الفاي، على الفوهات اللي موجودين في البحر الأبيض المتوسط، اللي قريبة لإيطاليا، قريبة للجزائر، قريبة للمغرب، ولكن مازلنا احنا بعاد شوية نسبيا. ولكن يعني ديما نقولوا اللي الرشات هذه الخفيفة هي نتيجة للحركة العادية، الحركة العادية للطبقات الطبقة الإفريقية اللي نحن موجودين فيها، اللي هي تتنقل 5 سنتيمترات عام، يعني كمية يعني مسافة كبيرة برشا. لذلك علاش يعني أحيانا نحسوا بالطبقات، ونجم يكون زادة يعني الرجات الارتدادية متاع الزلزال اللي صار في المغرب، أو الزلازل اللي يصير هنا وهناك، يعني المغرب مش بعيد علينا، يعني زلزال يعني ربي يلطف بهم وبينا، أنه زلزال اللي صار زلزال كبير يعني كمام، يعني خطير زادة، ينجم يعمل يعني ما يسمى بالحركات الارتدادية اللي خليت الأرض تبقى تتحرك نسبيا يعني لمدة معينة. ولكن الحمد لله كما قلت يعني الرزة خفيفة برشا، وجدت تقريبا في عرض البحر. الحمد لله، إن شاء الله بيبقي ستر على بلادنا. شكرا لك سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. حبينا نفسروا ظاهرة الشعاع الأزرق باش نسكروا أي نعم باب التأويلات. بارتاجيو كما بارتاجيو
بارتاجيتوا برشا فيديوهات، بارتاجيو ميساج المعلومه من عند المختص. شكرا ليك على مدنا بكل هالتفاصيل. 11:29 دقيقه الرونديفو متواصل في كابوتشينو بنت الصبحيه حتى نص نهار مع ليكيب الكل. جمال بقديده في ستونداج، جيجي جيان الحومه في الاخراج، محمود الزيني في الديجيتال، وهبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها.